معنا على الهاتف مدير الكرة اللي بيواصل ايضا انتصاراته الكبيرة الحقيقة، كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد اهلا بيك. استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ كل سنة طيب. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. اخبارك ايه؟ كابتن عدلي فين؟ كابتن عدلي انت عارف هو فين؟ عشان الناس ما تروحش بعيد. بيعمل صفقة في العمر ان شاء الله. طمني، ايه الاخبار؟ الحمد لله الدنيا كويسة، الحمد لله رب العالمين. طبعا يمكن بس عارف ضغط المباريات اللي احنا فيها وتراحمها والتغيير من بطوله لبطوله وطريقه الفصل من واحده للثانيه وصعوبه كل لقاء عن اللقاء اللي قبله، ده وضع طبيعي في المرحله اللي فيها. النهارده التمرين كان مكتمل كل العناصر، في حد راجع من اصابه ولا لسه اللي بره بره؟ لا، اوجعيه دخل الحمد لله، وحسين الشحات هيدخل بكره. تمام. الامور ماشيه لحد كبير الحمد لله، كويسه يعني. كهربا موجود في التمرين؟ طبعا كهربا موجود في التمرين ان شاء الله الرحمن، وان شاء الله باذن الله يعني خلال 48 ساعه ان شاء الله الرحمن هيتم قيد، ما كانش النهارده في البطاقه الدوليه او بكره الصبح ان شاء الله. اجراءات القيد المحليه خلاص بننهيها من توريه البطاقه الدوليه خلال الساعات اللي جايه، واحنا عملنا له كمان تاشيره زيمبابوي، ان شاء الله الرحمن يكون معانا في الاثنين يعني اف سي مصر وبرازيل باذن الله. الاهلي استخرج تاشيره زيمبابوي لكهرباء. طبعا. طيب. بغض النظر عن اي حاجه، انت بتعمل شغلك الداخلي يعني او الاداري. تمام. قول لي، في اي حاجه تعوق قيد كهرباء؟ يعني الاهلي طلب البطاقه الدوليه. لا خلاص، احنا منتظرين، تواصلنا كمان مع البرتغال في البطاقه وهم ردوا علينا، وان شاء الله الرحمن خلال الساعات اللي جايه يكون موجود باذن الله. بمجرد البطاقه ما هتيجي، هي هتيجي كده على السيستم مش كده؟ خلاص يعني. مجرد ما هتيجي خلاص يعني، اجراءاته الاوليه في سواء كانت في المنطقه او اتحاد الكوره احنا بداناها من النهارده. طيب تمام، يعني هي مساله وقت، ووقت قصير جدا كمان. ان شاء الله الرحمن. هل بوصول البطاقه بس. تمام. هل كان في محاوله من البعض لتعطيل ده من خلال استعلام زي ما سمعنا منك، ولا ايه القصه بالظبط؟ اتحدد خلاص، اتحاد الكوره خلاها خلاص. انا في 48 ساعه اللي جايه ديت ان شاء الله الرحمن هتكون الدنيا خلاص بالنسبه لي، ده موجود معانا، موجود معانا على المستوى المحلي وموجود معانا على المستوى الافريقي خلاص. طيب تمام ان شاء الله. يتبقى مقعد تاني للاهلي في الخيد مش كده؟ ان شاء الله الرحمن. هل عازمين ان احنا نحسمه في فتره قصيره، ولا هتستنى لنهايه الشهر، ولا الظروف ماشيه ازاي؟ لا، ممكن تكون في خلال الفتره اللي جايه. يمكن برضه اصابه سعد الدين كانت يعني مفاجاه بالنسبه لنا، لكن الحمد لله هو اطمن عليه وكان في تواصل بيني وبينه حتى النهارده يعني، ان شاء الله احنا يعني قدر الله ما شاء فعل. ايوه. لكن احنا ماشيين في خطواتنا يمكن شبه القريبه جدا من الصفقه ديت، وان شاء الله الرحمن نقرب بيها بشكل كويس ونحسمها ونعلنها باذن الله. اصابه سعد ممكن تتغير في التفكير؟ لا، في المركز واللي احتاج لحد دلوقتي لا، يمكن احنا كمان عندنا موجود محمود متولي الحمد لله كمان بشكل كويس، وعندنا رامي، عندنا ياسر ابراهيم، عندنا ايمن اشرف، عندنا خامه كويسه كمان، محمد عبد المنعم الحقيقه تم تصعيده مش كده؟ هو موجود معانا من فتره يعني. موجود. طيب تمام. الاعارات للداخل بقى، يعني في انديه كتيره طالبه استعاره بعض لعيب النادي الاهلي، هتفكر فيها ازاي يا كابتن؟ بص، مع احترامي الكامل طبعا لكل الانديه المصريه واخواتنا وعلاقتنا بيهم جميله جدا وكل حاجه، لكن طبعا انت بتفكر في مصلحتك انت رقم واحد يعني. صحيح. واحتياجاتك انت، وانا عايز اقول يعني برضه يعني المشوار لسه بعيد جدا، لو بتتكلم على موسم احنا صحيح بحكم الانتقالات الشتويه المفروض ان احنا عدينا نص الموسم، لكن فعليا احنا ما عندناش نص الموسم ولا حاجه. كل لعبته 9 مباريات من اصل 34، يعني فاضل تلتين موسم يعني، او تلتين البطوله لسه ما جاش اساسا يعني. صحيح. يعني احنا او اكثر من تلتين البطوله. ايوه. ده مشوار بعيد جدا، النص الثاني دايما بيبقى اصعب، النص الثاني بيبقى اهم. مهم قوي ان انت تدخل بعدد وافر جدا ومستويات قريبه من بعض، لان في ظرف اسبوعين ولا ثلاثه ممكن تلاقي الدنيا بتتشقلب. وخلي بالك يعني الكره كده، ممكن تبدا شهر بمنتهى القوه وتنهي نفس الشهر ده حاله وحشه جدا يعني، فعلينا ان احنا نكون حاضرين جدا. لما تسالني مثلا تقول لي اصعب ماتشين في المرحله اللي فاتت دي كلها، هقول لك اللي جايين. يعني مباراه اف سي مصر وبلاتينيوم. واحده مع فرقه يعني رغم ان هي اول مره تظهر في الدوري الممتاز، لكن بحس انها بقى لها كتير. ايوه. معاها جهاز فني طموح وكويس ومتزن ورزين،
كابتن عبد الناصر محمد وعامل ماتشات كويسه قوي. واحده ثانيه كمان هتبقى بتحدد ملامح مين اللي صاعد في البطوله الافريقيه اللي هي بطوله بريتانيا. فمهم جدا ان احنا ناخدهم بمنتهى التركيز، مهم جدا. اما تقول لي باكد اصعب مباراتين بالنسبه لنا في الفتره اللي فاتت والفتره الحاليه هم مباراتين اف سي مصر وبريتانيا. فانت بتعتذر بوضوح للانديه الرغبه في استعاره بعض اللاعبين. الا لو في حد بقى يعني الراجل قال لك انا مش يعني هيبقى في اعتماد كامل عليه في الفتره اللي جايه او مش من الناس اللي ممكن تاخد فرص لعب كتيره يعني، فده هيتم ابلاغه على طول عشان يبقى برضه يبقى فرصه اللعب تبقى عنده يعني. لكن لو في حد حتى لو مش هيشارك بنسبه كبيره بس ممكن الظروف تضطرنا ان يبقى موجود ولا حاجه لازم نحافظ عليه. لان انا ما اعرفش بكره في ايه. انا ما اعرفش ان الدنيا ماشيه ازاي يعني. تمام. وانا زي ما قلت لك يعني انت النهارده لما تيجي تعد مثلا عدد المصابين في النادي الاهلي هتلاقي مجموعه كبيره قوي. يعني في محمد محمود، في كريم نيدفيت، في حمدي فتحي، في رمضان، في جونيور كان، في محمود وحيد، في شريف اكرامي كان، في الشحات. 12 لاعب بالظبط يا كابتن، 12 لاعب. عدد. فانت لو انت ما عندكش البديل اللي قريب والبديل الكويس او على نفس المستوى مش هتكمل. هتعاني طبعا. ده هتعاني مش هتعرفش تكمل يعني. سواء محليا او افريقيا. صحيح. مع ضغط المباراه اللي انت فيها ديت. طيب رمضان صبحي اخباره ايه؟ في ماشي كويس. الحمد لله يمكن الحمد لله اللي شعب طلع يعني نتائج كويسه جدا. ان شاء الرحمن نامل ان الفتره تبقى اقل من اللي كانت في الحسبان في البدايه. اقل. طيب. ان شاء الرحمن. ان شاء الله. طيب كابتن سيد، كان مهرجان طارق التايب كنت في احتمال انك تلعبه وانت راجع من زيمبابوي، وعرفنا ان هو في كلام عن تاجيله لمارس، ده صحيح؟ بصراحه انها هتبقى في الاجنده الدوليه اللي هي موجوده في مارس. اوكي. ضغط المباريات اللي ما بيننا وما بين الهلال او اللي حصل لنا في محليا وافريقيا واللي حصل للهلال كمان يعني. فكان من الافضل ان هو يعني يتم تاجيله لمارس. فبقى في مارس. رحمن. تمام. انت هتسبق البعثه لزيمبابوي مش كده؟ ان شاء الله. هتسافر امتى ان شاء الله؟ انا هسافر يوم فجر 7 بالليل، والفرقه هتسافر 7 بالليل ان شاء الله. طيب كابتن سيد، لقيناك امبارح منفعل جدا وغضبان والحكم اضطر انه يطلع لك كارت اصفر، قول لي ايه اللي حصل؟ بص انا ما بحبش اتكلم على التحكيم الحقيقه. لا بص الفكره طبعا يعني الواحد بيحترم كل الناس وبيقدرها طبعا، ويعني انا بشوف ان ممكن يبقى في حاجات مقبوله وفي حاجات مش مقبوله يعني. في حاجات ممكن يعني ممكن بحكم الكوره وعصبيتها وانفعالاتها، وبتحصل في الدوريات الاوروبيه كلها على فكره، ان ممكن يبقى في لقطه كده ولا حاجه وفي ثانيه بتلاقي مثلا يعني كل الناس اللي بتشاهد جارديولا مثلا يعني. يعني ممكن تلاقيه بيتكلم مع الحكم الرابع وانت تبني ان هي دي حاجه، لكن ما فيش اساءه ولا في اي حاجه خالص بيبقى فيها تجاوز يعني. بمجرد ما المباراه بتنتهي يعني اهم حاجه في الموضوع ده ان انت بتصحح طريقتك او كلامك من غير يبقى في اساءه ولا حاجه، وفي نفس الوقت مجرد ما المباراه بتنتهي خلاص كل واحد بقى بيروح وكل واحد بيشوف على المباراه اللي بعدها، لان اللي فات مش هيرجع يعني. انت كان عندك اعتراض على الداشنج الكتير اللي في الملعب؟ طبعا. لا كان في حاجات موجوده في حاجات مماثله في هنا وهنا، سواء كان في الكرات المشتركه او طريقه التعامل. طيب الزمالك النهارده بيقول من شويه انه عايز يجيب حكام اجانب لكل مبارياته اللي جايه. انت عندك اي تحفظ؟ يا ريت. صحيح. قول لي الكلام ده فرق السنه اللي فاتت؟ الكلام بيجيب بعض. انا خلي بالك يعني انا من الناس اللي بتفق جدا 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 في التحكيم المصري يعني اللي احنا شفناه في افريقيا. طيب. واللي شفناه من بوردو يعني اكبر دليل على كده. تمام. يعني مفيش خلاف على كده ابدا. لكن انا وجهه نظري الشخصيه هرجع واقول برضه يعني الفار كل واحد ياخد حقه. الدوريات الاوروبيه المستويات العالميه اللي فيها اخطاء بتبقى نادره جدا الحدوث، ومع ذلك عايزين يحققوا مبدا العداله اكثر واكثر. طيب. فده ما بيعيبش حد على فكره، ولا بيعيب قدرات حد ابدا. ابدا. لكن مزيد من العدل ومزيد من الفرص اللي ممكن بتيجي لاحد الانديه او الفرق وممكن تتبدل حاجه تانية مثلا كظروف واحوال، وخصوصا مع كره القدم
ومدى تاثيرها في الوقت الحالي يا استاذ ابراهيم. كره القدم ما بقتش كويسه ابدا. صحيح. بقت صناعه وبزنس كبير جدا. صحيح جداً صحيح. يعني ما بقتش ناس يعني مشجعين طبعا، والجماهير هي اكثر ناس يعني بتحب بولاء واخلاص وانتماء بدون استفاده. لكن في ناس كتير جدا في المنظومه سواء كانت المسؤولين او اللاعبين او كذا ممكن بيحبوها وكل حاجه لكن بيستفادوا منها. تمام؟ فبالتالي في قرارات بتبقى مهمه قوي 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 انها تكون حقيقيه وعادله. فتطبيق الفار ده اهم حاجه. اتمنى يا رب ان هو يبقى سريع جدا، واتمنى ان هو يكون بشكل كويس قبل ما في حاجه من مصر ولا اجنبي، لان في النهايه حكام ممكن يعني تخرهم التقدير في حساب حاجه ولا بتاع، لكن لا تشكك ابدا ابدا في نزاهه او اخلاق اي حكم مصري. حتى وان كان الفار في انجلترا عمل دوشه وناس كتيره معترضه على انه بقى بيستعان بيه في اخطاء دقيقه جدا، وشفنا ازاي بيغير نتائج. ايوه بس بالنسبه ايه؟ يعني دايما يعني دايما انت بتروح للنسب، يعني ما انت ما فيش حاجه بنسبه 100% يعني. صحيح. لكن لما يبقى عندك حاجه بنسبه 0.5%. انا ما بلاقيش ابدا ان في متعه في كره القدم في حق يا حد ياخده ما يستاهلوش. تمام؟ يعني ما بلاقيش كده فيها متعه ابدا. ما يعني يعني كلمه اصل هي دي الكوره ودي حلاوه الكوره، انا مش شايف ان دي حلاوه. الناس تختلف تتفق، لكن انا في النهايه انا ما بشوفش ان دي حلاوه ابدا يعني. صحيح. هنفضل كتير في ضغط المباريات ديت؟ بص يعني ده طالما عليا وعلى غيري مش مشكله. يعني ممكن تعاني شويه، ممكن تتعب شويه ولا حاجه. لكن هرجع اقول اهميه ما في الموضوع ده هي بدايه السنه والقائمه اللي انت بتحطها. هي اللي بتساعدك، هي اللي بتقويك، هي السند اللي بتكمل بيه سواء محليا او افريقيا. لو كان فيها خلل من البدايه هتتعب جدا في نص المشوار او في اخره. لازم يبقى عندك البديل الكويس، لازم عندك المستوى الكويس، لازم عندك الناس اللي انت متخيل انها ممكن تبقى بعيده ولا حاجه، لكن هي بحكم مستواها ممكن تقرب، بحكم الظروف ممكن تقرب، بحكم الحاله ممكن تقرب، ضغط المباراه تقرب، الايقافات تقرب. فلازم تكون كلهم موجودين في الملعب وقريبين جدا جدا من الناس اللي بتلعب يعني. فهنا بتيجي انتصار الفرقه والبطوله بتاعت الفرقه. يعني الناس دايما بتسال هو الاهلي ليه بيكسب دقيقه 90؟ الاهلي ليه بيكسب مثلا يعني، او الاهلي ليه بيحفظ الموضوع في الاخر يعني. موضوع في روح الفانيلا الحمراء، يعني عمرك ما سمعت عن اي حاجه غير روح الفانيلا الحمراء، لكن ليها اسباب برضه. ليها اسباب لان الشخصيه اللي موجوده لحد الدقيقه 90 هي شخصيه اللي تقدر تستحمل كميه الضغوط اللي موجوده في اثناء المباراه، والشخصيه اللي موجوده في اخر الدوري او اخر البطولات او اخر المشوار هي الشخصيه اللي تقدر تستحمل ضغط كل السنه وضغط ضغط الموسم كله، وبتيجي بقوه شخصيتها تحسم الامر لصالحها في الاخر يعني. أي. شفتك مبسوط من في الجزئيه دي بالذات، جزئيه الشخصيه والجديه من مجدي قفشه، وافتكرت ان انت يعني اتكلمت معاه من قبل كده بفتره طويله كمان. مره قابلته من 4 سنين، كنا عندنا مباراه بيتر سبورت، كان انت عارف في فتره من الفترات كنا بنلعب في بيتر سبورت مباراه الاهلي. او مباراه مثلا طرفها دجله، طرفها المقصه، طرفها مثلا يعني اي نادي الداخليه لو تتذكر يعني. ايوه. كان بيبقى ملعبهم ملعب بيتر سبورت، ما كانش طرفها انديا. ايوه. فانا كنت بحب طريقه لعبه جدا من زمان يعني. أيه. يمكن حتى على مستوى المشوار بتاعه يعني كنت متابعه. هو كان في انبي وبعدين راح الرجاء، تخيل شهور اعاره. فخامه كويسه يعني. لكن انا برضو من الناس اللي بقترح دايما ان اي لعيب وهو صغير لازم يمر بمرحله تطوير في ادائه. يعني انت بتتعاطف معاه، لكن هو كمان لازم يبقى عنده تطوير في الاداء. لو ده حصل يبقى لعيب كبير جدا. لو ده ما حصلش خلاص التعاطف اللي معاه ده بيتقلب لتقييم. فبالتالي بقى بتروح يا في حته بتساعدك ان انت تبقى نجم ومتالق وناديك ومنتخب واحتراف، يا اما تفضل محلك سر ونفس المستوى اللي انت ظهرت بيه في البدايه. هو بيتطور ما شاء الله مع الفريق. ان شاء الله الرحمن يعني. قول لي البطوله الافريقيه ماتش بلاتينيوم، يعني المجموعه في الاشتباك العربي احنا 3 6 دلوقتي، 9 الهلال 6 الاهلي 6 النجم 6، شايف الاشتباك ده ازاي؟ والله بص يعني انا دايما بقول المهم انت وطريقك ومشوارك اللي انت ماشي فيه، يمكن تجي لك بعض النتائج اللي تساعدك. اعتقد ان نتيجه الهلال مع النجم الساحلي مش قلبت المجموعه، مش عايز اقول لك كده، لكن يعني ادت قوه للمجموعه، قوه ثلاثيه في المجموعه ما بين دخلت الهلال بقوه
طبعا يعني الهلال فرصته بقت قويه جدا في الوقت الحالي، لان طبعا هيلاعب فرقتين، هيلاعب الاهلي والنجم على ارضه، وهيلاعب بلاتينيوم بره ارضه. بالظبط، عنده فرصتين على ارضه وفرصه بره ارضه. لكن في النهايه ارجع واقول مع تحكيم كويس قوي، مع ارضيه كويسه جدا، تمام، ما يبقاش في جوه ارضك وبره ارضك. هي دي المعادله. يعني انت لو في افريقيا في التحكيم الافريقي يعني ميزان ممتاز وهائل جدا في الحساب، كل حاجه بيشوفها سواء كانت صاحب الارض او بره الارض او الضيف، يعني مفيش مشكله اطلاقا يعني. فاتمنى يا رب يعني المباريات اللي جايه وخصوصا كل المرحله اللي جايه في افريقيا يبقى فيها الحته ديت بشكل كويس يعني. ان شاء الله يا كابتن سيد كل التوفيق باذن الله. ربنا يخليك وتحياتي. وانت طب حبيبي يا كابتن سيد، قول لي اخيرا الملف التجديد لبعض اللعيبه واللي عقودها بتنتهي قريب، فتحي وكرامي وعاشور. برضه ارجع اقول لك ده ملف اللي هيتفتح ان شاء الله الرحمن. يمكن انت عندك كل يومين ثلاثه انت ما بتلحقش، يعني النهارده احنا جايين من مباراه امبارح مثلا، بعد بكره داخلين معسكر جديد، بعد بكره بنتكلم في دوافع جديده وتركيز، حاله من التركيز العاليه جدا لصعوبه المباريات يعني. لكن ملف واجب التحدث فيه، واجب الاهتمام بيه، واجب كمان التعامل معاه الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني يحسم بعد في نص الموسم مثلا؟ بسم الله الرحمن، يعني ملفك لازم يتفتح، ما انت كده كده لازم تفتحه، لان انت عندك يعني نظره كمان لبقيه الموسم كاستقرار وكل حاجه، ونظره كمان مستقبليه. انما الكلام اللي بيتردد بقى ان في ناس اشترطت وناس تلقت وكده، ده مش دقيق؟ لا خالص، لا خالص خالص. والاهلي متمسك بكل نجومه طبعا. طب بص، انا لا بزعل من انتقاد ولا بزعل من خبر ولا بزعل من حاجه، لان انت في عالم دلوقتي الخبر بقى اسرع حاجه ممكن تتعمل، يعني كل واحد معاه موبايل ممكن يبقى في يعني اعلامي، لان هو ممكن يبقى عنده ناس متابعينه، ممكن يبقى عنده ناس كثيره جدا بتشوفه، ممكن يكون عنده يعني ناس متواصله معاه، وده وضع طبيعي في العصر اللي انت فيه يعني. اهم حاجه بس دايما انا اقول اهم حاجه عندي هو غرفه خلع الملابس بتاعت اللعيبه. يعني انت مش مع اللعيبه على طول، لكن غرفه خلع الملابس بتاعت اللعيبه، اللعيبه مع بعض، اللعيبه واسلوبها في التعامل، اللعيبه وطريقه تركيزها، اللعيبه ومدى قوتها مع بعض في اهتمامها في مرحله او حماسهم او مسؤوليتهم للمرحله اللي انت فيها او للمباريات اللي جايه، وده الحقيقه بيساعدني فيه اللعيبه الكبيره. يعني طبعا 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 يعني غرفه خلع الملابس هي سر نجاح اي فرقه كبيره على فكره. كل ما كانت هاديه وكل ما كانت فيها تعاون وكل ما كانوا بيتعاملوا كانهم اسره واحده، اعتقد النجاح بيبقى باين وظاهري. ريني فايلر بيهتم جدا بالمناخ ده مش كده؟ طبعا التفاصيل الصغيره اللي الناس تشوفها ان هي عاديه وصغيره. لا انت كل يوم بتتعامل مع الناس، يعني النهارده مثلا يعني انت بتتكلم على اخطاء امبارح على طول. امبارح خلاص، امبارح بكل ما فيه بحلاوته وتمره فاحداثه بينتهي، انت عايز تشوف بكره فلازم تتعدله، لازم تتعدله من ان انت تتعلم من امبارح، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تبص لها في امبارح يعني، ان انت تشوف ايه اللي ممكن يحصل او حصل امبارح عشان تتفاداه او تتجنبه بكره. هو انت بتتكلم على روح الفريق، ولسه مخرجنا شوارب بيفكرنا باللقطه لسعد سمير واللي قاعد تحت رجليه حسام عاشور الكابتن، هو اللي بيساعده بعد الاصابه. طبعا يعني زي ما قلت على سعد سمير في البدايه، لكن خليني اقول على حسام عاشور. يعني انت محظوظ انا كمسؤول ان يبقى عندي واحد في الفرقه بصفات حسام عاشور الحقيقه، كقائد او كابتن للفرقه. محظوظ طبعا. محظوظ ان انت اشتغلت مع ريني فايلر؟ محظوظ ان انا اشتغلت في النادي الاهلي بشكل عام. طبعا طبعا. بس طبعاً. ريني فايلر على وجه التحديد الفرق بينه وبين المدربين الاجانب اللي انت اشتغلت معاهم ايه؟ فايلر مدرب ذكي جدا، مدرب شاطر جدا، طموح جدا، يعني بيحفظ بشكل كويس قوي، بيهتم بحاجات صغيره، يعني ترتيب حتى الجهاز نفسه يعني مصنفه بشكل كويس قوي، اللي بيستخدم كل الاوراق اللي معاه كجهاز، لكل واحد دور بيأديه، وكل واحد يعني بيتعامل معاه بالدور اللي هو فيه، ف شاطر جدا على المستوى الفني ككوره، كويس جدا، شخصية هادية بس الكلام بتاعه قوي، فانت دايما دايما يعني التون بتاع الكلام او التون بتاع الصوت انا على المستوى الشخصي يفرق معايا جدا، يعني في كلام بيبقى فيه نوع من الكلام العادي والطبيعي والبسيط، وفي وقت لازم التون بتاع الصوت يعلى. طبعا التون بتاع الصوت يعلى، بتاع المرحلة نفسها، بتاع أهميتها، بتاع
قوه التركيز اللي انت المفروض تبقى فيها. يعني المدرب مش ملعب واستاديه بس على فكره. هو شاطر في ده. لا، في حاجات كثيره جدا حوالين الملعب، في حاجات كثيره جدا في الحته الفنيه، او في حاجات كثيره جدا قبل المباراه او بعد المباراه لازم تبقى عند المدرب. هو الحقيقه يعني شاطر جدا في ده، مميز جدا في ده. ان شاء الله الرحمن نكون موفقين باذن الله في الفتره اللي جايه، وهو يكون موفق ان شاء الله الرحمن معانا كمان على المستوى المحلي والمستوى الافريقي يا رب ان شاء الله. حريص هو معاك جدا على حته الانضباط في المواعيد؟ طبعا، لان انت في الاول والاخر الالتزام بتاع النادي الاهلي مش احنا اللي هنعمله بس، يعني بالظبط 107. يعني انا اقول ان انا لو انا مش موجود حتى في التمرينه، اللعيبه بتيجي في ميعادها، اللعيبه بتيجي في مواعيدها، اللعيبه بتيجي في وقتها اللي هي عارفاه. كان بقى يعني الساعة 7، الساعة 8، الساعة 9، في التزام قبلها بساعة، قبلها بساعتين على حسب ما بتحط السيستم. يعني عنده اندهاش هو من الإصابات الكتيرة ديت؟ بص، هو طبعا أنت في الأول والآخر يعني في إصابات أنت ما تقدرش تعمل فيها حاجة، في حاجات مش عضلية مثلا زي بتاع سعد سمير مثلا، بتاع حمدي فتحي مثلا، أيوه. في حاجات زي كريم نزفت، ففي حاجات مش عضلية. كريم نزفت أخباره إيه بالمناسبة؟ كريم يعني الحمد لله كان اخر كلام ان هو ان شاء الله الرحمن يعني على الاسبوع اللي احنا فيه ده هيبدا ان شاء الله الرحمن معانا. يعني ده اتمنى يا رب انها تكون موجوده، لان كريم الحقيقه حظه وحش في الفتره اللي فاتت، كان في كذا تعطيله كده يعني، لكن ان شاء الله الرحمن على اخر الاسبوع اللي جاي باذن الله يكون معانا. على اخر الاسبوع اللي جاي يدخل؟ ده اخر كلام يعني ان شاء الله. ان شاء الله. وحمدي فتحي ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وحمدي فتحي ومحمد محمود؟ لا، محمد محمود طبعا انت عارف انه عامل رباط صليبي يعني، فلسه قدامه. طبعا، وحتى فتح برضه لسه قدامه فتره يعني. اتمنى يا رب ان احنا مثلا يعني يعدوها على خير. اهم كان اهم شيء ان هم يرجعوا سلام 100% ويرجعوا بشكل كويس. الناس ما بتفتكرش هو غابه دي على فكره، عشان كده انا بقول لهم حتى مع احتياجنا ليهم، لكن انا بقول لحمدي او بقول لمحمد محمود مش مهم ترجع بعد شهر ولا اثنين ولا ثلاثه، المهم لما ترجع ترجع بشكل كويس قوي. مشكله شهرين او ثلاثه في العمر. ويمكن انا على المستوى الشخصي مريت في ده كتير يعني، يعني على مستوى اللعب ولا حاجه اتعطلت كتير قوي. ممكن تقعد شهر او اثنين لكن ترجع كويس، ممكن تقعد ثلاثه ولا اربعه لكن ترجع كويس، محدش يفتكر بقى انت قعدت ثلاثه ولا اربعه، المهم لما ترجع ترجع كويس. بالظبط. كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن سيد. ربنا يخليك يا ابراهيم، تحياتي ليك والكابتن عدلي بقى. على والكابتن عدلي لما يرجع. شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي.